وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. أهلا ومرحبا بك شيخ يحيى. بداية، الحكومة وميليشياتها ما زالت تراهن على الخيار الأمني الذي ثبت فشل خلال الأشهر الستة الماضية، لماذا تصر الحكومة على هذا الأسلوب الفاشل والثابت؟ اهلا بك اخي الكريم، واحييك واحيي مشاهدي قناه الرافدين. حياكم اخي الكريم. بالنسبه للخيار الامني الذي تصر عليه هذه الطغمه الفاسده، لانه قد اسقط في ايديها كل الخيارات وهي امام ثوره حارمه من قبل هذا الشعب الذي يريد الخلاص من اخطبوط الفساد الذي تمثله والارتهان إلى القرار الإيراني من خلال جعل مقدرات العراق وثرواته وقراره السياسي لصالح هذه الدولة، مما أدى إلى فقدان الواضح للسيادة، إضافة إلى أن الشعب اليوم مهدد من الناحية الاقتصادية بكارثة كبرى في ظل انخفاض أسعار النفط. الشعب العراقي مصمم على إنهاء هذه الطغمة الفاسدة ومحاسبتها وإعادة الأموال المنهوبة. لذلك أمام هذه الطغمة الفاسدة، إنها تستخدم الخيار الأمني فقط، لربما تستطيع ثني الجماهير عن مواصلة تظاهراتهم أو لي إرادتهم أو محاولة تفريقهم والاستمرار في مسلسل الفساد والتبعية لإيران. طيب، يوم أمس قامت الميليشيات بقتل ثلاثة من المتظاهرين، وما زالت دوامة القتل مستمرة في العراق. مع ذلك، ما زال المجتمع الدولي ومنظماتها الحقوقية يطالبون الحكومة بملاحقة قتلة المتظاهرين. السؤال هنا، هل يمكن للقاتل أن يلاحق نفسه؟ هو هذا السؤال المطروح، والموقف الخجول للمجتمع الدولي وللهيئات الدولية. كيف يمكن لهذه الحكومة الفاسدة التي تأمر ميليشياتها وعناصرها الأمنية بضرب الشعب وضرب المتظاهرين، ثم تطالب بمحاسبة من يقوم بقتل هؤلاء الشباب؟ حقيقة الموقف الدولي قد سبب الإحباط وخيبة الأمل عند العراقيين جميعا، بعد أن أعطوا ما يقرب من 1000 شهيد وأكثر من 30,000 جريح، ولم تحرك هذه المنظمات الدولية أي ساكن سوى البيانات التي لا تقدم ولا تغني عما يجري في الساحة من قتل وإرهاب وخطف ومحاولة واضحة من الإجرام لإسكات صوت الشعب. طيب، المجتمع الدولي ما زال يفصل بين الحكومة وميليشياتها وهما جهة واحدة، يعني فيما يتعلق باستهداف المتظاهرين. هل هذا الفصل جهل أم تضليل أم تبرئة لنفسها من ما يحدث في البلد؟ عندما تحاول الفصل، هي تحاول أن تنأى بنفسها عما يجري، لأنها غير قادرة على اتخاذ القرار الحاسم تجاه ما يجري في العراق، فتحاول أن تمارس هذه الأعمال للتغطية على فشلها في محاسبة هذه الحكومة وميليشياتها في عمليات القتل والإجرام. وإلا فهي تعلم بأن كل القوى الأمنية قد عينت أو قد تم تعيينها من قبل هذه الفصائل الميليشياوية منذ دخولها إلى العراق، أو قامت بترشيحهم من قبل هذه الأحزاب التي جاءت في ظل الاحتلال، والتي شكلت بمجموعها ما يسمى الأجهزة الأمنية أو الجيش أو غيرها، وهم جميعا ميليشيات لا يمتون للعمل المهني والوطني بأي صلة. طيب، هل تعتقد أن قوى العملية السياسية وميليشياتها، هل تعتقد أنها قادرة بعد نهر الدماء الذي قدمه المتظاهرين على تمرير مرشحيها للحكومة حتى لو قدم له الدعم الإيراني غير المحدود؟
هي قد عجزت عن تمرير أي شخص من هذه الطبقة الفاسدة التي شغلت منذ 2003 ولحد الآن، وهي تحاول أن تمرر أي شخص أو لذر الرماد بالعيون بأن هذا مستقل وبأن هذا عمل كذا، ولكن الجماهير واعية لهذه المخططات وترى أن اليوم هذه الطبقة السياسية متخبطة في قراراتها، وهي ترتكن إلى إيران في اختيار أو محاولة إسكات الشارع أو تمرير شخص أو تمرير كابينة وزارية. لذلك زيارة شمخاني رئيس ما يسمى مجلس الأمن القومي الإيراني إلى بغداد جاء ضمن هذا السياق، فهي تشعر بالصعوبة البالغة أمام إرادة الجماهير التي لن تسمح بتمرير هذه الأسماء الفاسدة وتدويرها من أجل استمرار هذا المسلسل الذي أهلك العراق ودمر ثرواته. نعم، عبر الهاتف كان معنا أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى سنبل، شكرا جزيلا لك.